ملفات ساخنة تنتظر الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط منذ انتخابه رئيساً، إذ يسعى لتكريس دور بلاده السياسي في المنطقة من خلال هذه الزيارة التي تحمل أبعاداً استراتيجية وسياسية واقتصادية. ووسط احتمال عودته خالي الوفاض، سيناقش بايدن في إسرائيل والسعودية عدة ملفات أبرزها العلاقات العربية مع إسرائيل. حسب مصادر البيت الأبيض، الطبق الرئيسي سيكون ملف التعاون العربي الإسرائيلي، إذ شهد عهد سلفه دونالد ترامب توقيع عدة اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية أبرزها الإمارات والبحرين. وبينما يبدو الطريق غير معبد أمام اتفاقية مماثلة بين الرياض وتل أبيب، يسعى بايدن جاهداً للتمهيد لها ولو بخطوات بسيطة رغم التشدد السعودي بهذا الصدد. يضاف إلى ذلك الدفع الأمريكي الإسرائيلي باتجاه التوافق حول دفاع عسكري مشترك محتمل بين تل أبيب وجيرانها العرب بوجه أي تهديد إيراني عسكري محتمل. الاتفاق النووي الإيراني. يسعى بايدن إلى أحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة ترامب رغم فشل كل المحاولات، فعودة المفاوضات لم تؤتي ثمارها بعد، ما يشكل تحدياً كبيراً لإدارة الرئيس الأمريكي في وقت ترى حليفتها إسرائيل في إيران التهديد الأكبر لها في المنطقة. النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. بناء علاقات تعاون بين إسرائيل وعدد من الدول العربية لم ينعكس إيجاباً في الداخل الفلسطيني كما روج له، بل على العكس، فالصراع لا يزال مستمراً وبوتيرة مرتفعة. من هنا يعتزم بايدن زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية، رغم انعدام الفرص لحث الطرفين أي عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على استئناف المحادثات. حقوق الإنسان. سيواجه بايدن خلال زيارته تداعيات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، وقد خلص تحليل أمريكي للرصاصة التي أودت بحياتها إلى أن إطلاقها أتى من جانب جنود إسرائيليين، إلا أن واشنطن حرصت حتى الآن على عدم اتهام إسرائيل بقتل أبو عقلة بشكل صريح، ما أثار غضبا دوليا واسعا بسبب ضبابية الموقف الأمريكي. النفط. من المرجح أن يسعى الرئيس الأمريكي إلى إقناع المملكة وجيرانها بضخ المزيد من النفط والتخفيف من آثار ارتفاع أسعاره العالمية، وخصوصا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط الماضي. وعلى هامش ذلك، تشير بعض المصادر الإعلامية إلى إمكانية تناول بايدن مع الطرف الإسرائيلي ملف استخراج النفط والغاز من حقل كريش المتنازع عليه مع لبنان.